بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفحم سليمان فحمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الإسلام هي مفسداته، مثل نواقض الوضوء مثلا. نواقض الوضوء مبطلات الوضوء ومفسداته، كذلك الإسلام نواقضه مفسداته ومبطلاته، وهي أسباب الردة، أسباب الردة عن الإسلام والعياذ بالله. ولا بد للمسلم أن يعرفها من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأن الذي لا يعلم الشيء يقع فيه، فلا بد أن تتعلم ما هو الإسلام، وتتعلم ما هي نواقض الإسلام، كما أنه لا بد أن تعرف التوحيد، وتعرف الشرك وأنواع الشرك، تتعلم الشيء وتتعلم ضده. تعلم الشيء من أجل أن تعمل به، وتتعلم ضده من أجل أن تحذر منه. فلا بد من تعلم نواقض الإسلام وأسباب الردة حتى تتجنبها وتحذر منها. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم وأنا أعرف ديني وأعرف، نعم هذا طيب، لكن لا بد أن تعرف ما يفسد الإسلام ويبطله حتى تتجنب هذه الأشياء، تحذر منها. ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في بيان نواقض الإسلام مؤلفات، ونواقض الإسلام كثيرة، نواقض الإسلام كثيرة، ولكن الشيخ رحمه الله لخص منها هذه العشرة لأنها أكثر ما يقع، أكثر ما يقع، فهي أكثر النواقض وقوعا في الناس، لذلك كتب هذه الرسالة نواقض الإسلام 10. هذه أهمها وأخطرها، وإذا سلمت منها فما بعدها أيسر منها. نعم.